ما فيش شك انه الوضع السياسي والاقتصادي الحالي بيمر بمرحله مهمه فتره ما بعد 30 يونيو. العلاقه بين البرلمان والحكومه بدات بتشهد حاله من الشد والجذب. النواب بداوا يتحركوا في كل الاتجاهات. من بين النواب دول ضيفي النائب والصحفي الشاب الاستاذ محمود بدر. استاذ محمود قدر ان هو يفجر عدد من الملفات والقضايا المهمه تحت القبة في مجال الصحة والنقل والتعليم. خلونا نتعرف عليه أكتر ونعرف فكره ونعرف إيه المشاكل اللي هو شايفها موجودة على الساحة دلوقتي. برحب بحضرتك سيادة النائب. دكتور أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. يعني آخر حاجة كانت لحضرتك امبارح. تمام. تقدمت بطلب لجنة تقصي حقائق لأنه في إهدار للمال العام في وزارة الصحة. حضرتك قدرت هذا الإهدار بحوالي 90 مليون جنيه. مليار. 90 مليار. مليار, مليار جنيه ومليار 54 مليون. طيب مليار حضرتك مليون. اشرح لي أولا أنت عرفت ده منين والإهدار ده فين؟ راح فين؟ تمام طيب خلينا نبدأ. امبارح أنا فعلا تقدمت بطلب موقع من 20 نائب، أنا ومعايا 20 نائب زميل، بطلب للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة تقصي حقائق حوالين اللي أنا شفته إهدار للمال العام بقيمة مليار 54 مليون جنيه في وزارة الصحة. طيب فين بقى هذا الإهدار؟ يعني الدولة المصرية وزارة الصحة حصلت على قرض بقيمة 75 مليون دولار عشان تطوير مجموعة مستشفيات اللي هي مستشفيات التكامل. أيوة. يتم تحويل جزء منها لمراكز صحة. تمام. 8 عدد 48 مستشفى موجودين في 9 محافظات. محافظات هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، الأقصر، أسوان، وقنا وسوهاج. 9 محافظات. 9 محافظات. كل محافظات الصعيد، يعني من أول الجيزة لحد آخر خط الصعيد، سوهاج وكل محافظات الصعيد وأسيوط. بدأنا فعلا الدولة المصرية بدأت بمجهود رائع جدا جدا ووضعت ما يقارب 500 مليون جنيه من القرض وزيهم من الخطة الاستثمارية للدولة. أيوة. عشان نبدأ نطور في هذه المستشفيات. وأهم ما يميز هذه المستشفيات إنها موجودة في قرى مصر، يعني موجودة في قلب القرى، وكل مركز من المراكز اللي اتعمل دي مزود بغرف رعايه مركزه اللي احنا بنعاني منها، مزود بمجموعه من الحضانات للاطفال، وكل المصريين عارفين مدى المعاناه اللي احنا بنشوفها في موضوع الحضانات، فبالتالي الاكثر استفاده من هذا الموضوع هم الناس اللي موجوده في القرى. السيد رئيس الجمهوريه كان مدي اولويه لهذا الموضوع، وبالفعل بدأنا في التطوير ونجح ان احنا نطور 48 مركز، وتصرف زي ما بقول لحضرتك بالارقام مليار 54 مليون جنيه على هذا الموضوع. وللاسف الشديد تم افتتاح فيما بعد مركزين اتنين فقط افتتحهم السيد رئيس الجمهوريه. كلنا شفناهم على الهواء وبيتم افتتاحهم. حاجه محترمه جدا جدا صحيح. جدا. طيب وماذا عن باقي المراكز؟ انتهت؟ وحتى لان المركزين دول بالمناسبه افتتحوا في من حوالي سنتين. تمام. وتم الانتهاء من كل المراكز فيما بعد. وحتى الان هذه المراكز بمعداتها باجهزتها بكل الحاجات الحديثه اللي موجوده فيها اللي اتعملت عشان تخدم اهالينا في القرى مغلقه، ولا احد يعمل لا يعلم لماذا تم اغلاق هذه المراكز. وبناء ولم عليه يتم تطويرها. اتطورت يعني واتصرف عليها والاجهزه محطوطه يعني ومقفول عليها. يعني بالفعل تم تطوير هذه المراكز؟ اتطورت وبقى لها سنتين متطوره، وحتى الان لم يتم استخدامها بقى لها سنتين الاجهزه الجديده. انا اتمنى ان الزملاء يعرضوا. المراكز دي يا استاذ محمود مفتوحه موجوده شغاله فيها ناس بتشتغل؟ قافلينها. اوكي ليه بقى قافلينها؟ انا اتمنى بس ان الزملاء نديتهم الملف مثلا. ده مركز نموذج لمركز القوم الاحمر، عايزين نشوف. أيوه. ادي مركز القوم الاحمر. يعني اتمنى بص ده المركز قبل التطوير، اتمنى نطلع بقى شويه. اللي اتصرف على المركز موجود للناس اهو، نطلع بس نجيب بقيه الحاجات اللي بعديها اللي بقى بعد كده. بعد كده في استكمال للمركز، ادي مركز مثلا بني سلامه. ده المركز اهو بعد التطوير، بعد التطوير ومكتوب، وكان في صوره ثانيه للمركز قبل التطوير برضه انا سبتها. أيوه. شوفي حضرتك اللي اتصرف على المركز، دي مجموعة نماذج مختلفة. طبعا أنا مش قادرة أقرأ بالظبط كل الحاجات دي، الحاجات المكتوبة. أدي القوى البشرية،
اللي موجوده والمفترض تبقى موجوده، كل المراكز دي والكشف اللي عند حضرتك ده الجزء اللي معروض منه فيه. ما تم انفاقه من الخطه الاستثماريه، يعني النماذج اللي انا قدمتها للسيد رئيس مجلس النواب في هذا الموضوع، مثلا مركز بني سلامه اتصرف 10 مليون جنيه من الخطه الاستثماريه. تمام. اتصرف 10 مليون جنيه على الاجهزه الطبيه من قرض صندوق النقد الدولي. أي. قرض صندوق البنك من البنك الدولي، قرض البنك الدولي 75 مليون دولار، اتصرف 2 مليون من جنيه من مناقصه برلين، مجموع ما تم انفاقه ما يقارب 24 مليون جنيه. والمركز جاهز لكن ما اشتغلش. حضرتك قلت لي الكلام ده امتى اتصرف؟ من 2017. 2017 فيهم بعض المراكز مكتوب التاريخ بتاعهم منتهين، مثلا المركز اللي كان موجود الاولاني الكوم الاحمر هتلاقي مكتوب تاريخ الانتهاء منه 18 اكتوبر تقريبا. طيب. او 18 ابريل 2017. طيب استاذ محمود قول لي يعني هنا اوجه الاهدار لهذا المبلغ. هقول لحضرتك ازاي. ازاي انت الماده 116 ب مقرر من قانون العقوبات. ايوه. بتخلي ايه هو اهدار المال العام؟ جزء من إهدار المال العام إن أنا كمسؤول عام أو كموظف عام ما بستغلش هذا المال وبعطله وما بستغلوش لمصلحة الناس. لما يبقى فيك مركز زي ده وقرية زي دي فيها مركز بهذا المستوى، الدولة أنفقت عليه ما يقارب 25 مليون جنيه، عملت فيه غرف رعاية عشان تفيد الناس الغلابة اللي في القرية. أي. عملت فيه غرف عمليات عشان تفيد الناس اللي في القرية. عملت فيه حضانات عشان خاطر الأطفال، عملت فيه أجهزة أشعة سينية، عملت فيه غرفة معامل، عملت فيه وعملت فيه وطورت كل ده، والمركز جاهز وبقاله سنتين مقفول. الا يعد هذا اهدارا للمال العام؟ صرفنا 25 مليون جنيه وعاملينه وقافلينه بقاله سنتين، ما استخدمش ان هو يشفي يعالج مريض، يعمل عمليه. طيب يدخل حد حضانه. هل لما انتوا سالتوا، ما هو انتوا اكيد سالتوا قبل ما حضرتك. لا اجابه حتى الان. لا اجابه. وبناء عليه قررنا تشكيل لجنه تقصي حقائق، وان احنا ننزل ونشوف ونعرف سبق احنا هدفنا في الاخر ايه. يعني السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه الاثنين احنا بنشتغل على بيكملوا بعض. الهدف ان احنا نخدم الناس طبعا. الهدف ان انا اشوف بكره الصبح لو طلعت وزيره الصحه قالت انا قررت تشغيل هذه المراكز وان احنا عاملين خطه عشان نشغلها في يوم في اثنين في ثلاثه، ما خلاص. طب انت انتوا يعني ما كانش في اجابه لما سالتوا الوزيره مثلا؟ سالتوها اكتر من مره، وانا قدمت سؤال قبل كده وللاسف دور الانعقاد اللي فات انتهى ولم يتم الاجابه وانجزت الامور. ويعني المصريين كلهم يعني عارفين انه في النهايه الهدف الاول والاخير هو ان الناس تستفيد من ده. عايز اقول لحضرتك حاجه، اهم ما يميز هذا الموضوع انه موجود في القرى. القرى اللي هي فعلا محتاجه، القرى اللي هي هتحس بفرق في حياتها لما تلاقي مركز صحي اتعمل فيه دكاتره وفيه اجهزه بهذا المستوى اللي موجود اللي كان موجود ده على اعلى مستوى تخدمهم. طبعا. ساعتها هو عارف ان الدوله بتخدم في صالحه، بتعمل ده عشان خاطره. الحاجه دي لما السعر غلي عليه في حاجه ولا اتنين، ولما تحمل الضغوط الاقتصاديه اللي اتولدت الفتره اللي فاتت دي اتحملها عشان خاطر يطور حياته الصحيه وحياته التعليميه. فلما يشوف حاجه زي كده وفي القرى دي، مش ده توجيهات الدوله؟ يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنه يعني يؤسفني يعني أنه السيد رئيس الجمهورية لما قرر أنه هو يفتح المراكز ده ولما قرر يولي ده، لأنه كان ضمن جزء مهم جدا من خطته أن احنا عايزين نوصل لهذه لا القرى. وتصرف عليها مبلغ وتصرف كبير. عليها ما إيه سبب عدم ليه؟ لأن السيد الرئيس عايز يوصل للناس دي، للناس اللي موجودة في القرى وفي النجوع. طب إيه لازم بقى أن أنا عملته سيدة وزيرة الصحة؟ ليه ما فتحتوش لحد دلوقتي؟ ليه بقى لنا سنتين الناس ما تعالجتش فيه؟ وبناء عليه احنا السيد الدكتور رئيس مجلس النواب أشر على الطلب بإعداد مذكرة من الأمين العام عشان نشكل لجنة تقصي الحقائق. أنا أتمنى، وأنا إن كنت لا أثق في السيدة وزيرة الصحة للأمانة الشديدة، إلى أني أنا مثلا بطلب السيد رئيس مجلس الوزراء يشكل لجنة من عنده وننزل ونوريهم هذه الأماكن، وأنا بثق في السيد رئيس الوزراء وننزل ويشوف الأماكن ده ويشوفوا لنا تشتغل كل اللي إحنا عايزينه، تنزل تشتغل في بني سلامة وفي كل القرى دي. من وجهة نظرك الأماكن دي ما اشتغلتش ليه؟ مش عارف، ما أنا بسأل. أنا لو عندي إجابة كنت جاوبت. وبناء عليه انا يعني في زحمة كبيرة في المستشفيات. خلينا نرجع انه السيد رئيس الجمهورية والرئيس اصلا يعني من البداية السيد رئيس الجمهورية قال لما يبقى في موضوع على مجلس النواب والسادة النواب يتصدوا وينزلوا ويعملوا لجان ويتقصوا الحقيقة ويعلنوا الحقيقة للرأي العام. تمام. ده اللي احنا عملناه بالظبط، تصدينا للموضوع، طلبنا تشكيل لجنة، سيتم تشكيل اللجنة، هنتصدى ونعلن للناس. يا اما يبقى في سبب مقنع، وانا وجهه نظري انه لا يوجد سبب مقنع للاغلاق. اصل كم مركز حضرتك بتقولي؟ 48 مركز. كتير يعني. في 10 محافظات، الجيزه مثلا فيها في 9 محافظات. وبعدين ايه ده، احنا ما شاء الله عندنا اطباء كتير عايزين يشتغلوا، وعندنا ما هو لو هي مثلا مرضى كتير كمان محتاجه العلاج. السيده وزيره الصحه مثلا قالت اصل انا عندي في العجز في الاطباء،
فازاي المركزين أعتقدش. المركزين اللي اتفتحوا ازاي توفر لهم اطباء؟ واحد. اتنين، طب ليه الاجهزه دي كل محافظه فيها اطباء كثيره جدا متخرجين ومستنيين فرصه عمل؟ الاجهزه دي ما راحتش لمستشفيات كبيره بدل ما هي مقفول عليها، مستشفيات مركزيه بدل ما هي مقفول عليها فادت الناس. زودنا هنا غرفتين رعايه او ثلاث اربع غرف رعايه، وزودنا هنا خمس ست حضانات. يعني في محافظه الجيزه مثلا لو خمس مراكز في ثمان مراكز فيهم المراكز الصحيه دي، في خمس حضانات اقل حاجه في المركز يبقى 40 حضانة. طب ما كنا حطينا في مستشفى الجيزة مثلا المركز ال 40 حضانة دول كانوا فادوا الناس، كنا حطينا فيهم غرف الرعاية اللي موجودة فيها دي كانت فادت الناس، كنا حطينا أجهزة المعامل دي. يعني أنا أعتقد أنه لما الدولة عملت الموضوع كانت وضع خطة ليها، لكن لماذا التباطؤ ولماذا أن يتم ترك هذه الأماكن مغلقة يعني خاوية على عروشها؟ إحنا كل مطلبنا أن الأماكن دي تشتغل للناس طبعا. أن وزارة الصحة ترد علينا وتشغل الأماكن دي عشان خاطر تفيد. انا عايزه اقول لحضرتك انه احنا من خلال 90 دقيقه جالنا شكاوى كتير جدا انه اقاليم ناس بتكلمنا بيقولوا يا جماعه احنا ما عندناش مراكز صحيح. وفي مراكز ما تمش تطويرها اصلا بالزبط. فكانوا بيطالبوا انه يبقى في عندهم مركز صحه في المكان اللي هم موجودين فيه. فلو حضرتك دلوقتي اديتنا معلومه انه في مراكز موجوده بالفعل وتم تطويرها وتم الصرف عليها، صورها موجوده وكل حاجه وصورها موجوده قدامنا، طب ليه لم يتم افتتاح هذه المراكز وتشغيلها وعلاج المرضى؟ الاجابه عند الدكتوره هاله زيد. أتمنى جواب. احنا منتظرين اكيد اجابه من الدكتوره هاله زايد، او يتم افتتاح هذه المراكز، او ان لجنه تقصي الحقائق هتنزل وهتشتغل وهتعمل دورها، ومجلس النواب هيشتغل ويعمل دوره الرقابي لحد ما المراكز دي تتفتح. يعني هو المفروض ان هي لجنه تقصي الحقائق هتنزل امتى؟ ان شاء الله. يعني الدكتور علي امبارح زي ما بقول لحضرتك اشر على اشر باعداد المذكره، واعتقد انه في مع اول جلسات القادمه بامر الله الاسبوع اللي بعد القادم يكون في تشكيل للجنه ونبدا. يعني الامر هيكون، اتمنى ان قبليها، اتمنى ان قبليها اشوف استجابه من وزاره الصحه، اتمنى ان السيد رئيس مجلس الوزراء يشوف. يعني الامر هيكون من لجنه تقصي الحقائق مش من الوزاره. هننزل طبعا احنا كلجنه، طالما الوزاره ما بتعملش احنا هننزل بقى ونجبرها انها تشتغل. طب احنا هنشوف فيديو ليك وانت تحت قبة البرلمان تمام تتحدث عن هذا الموضوع. استحلفك بالله نفسنا نناقش استجواب واحد على الاقل للسيدة وزيرة الصحة، وساعتها حضرتك هتعرف انه سيتم سحب الثقة فورا منها من هذه القاعة، لانها غير مؤتمنة على الشعب المصري، غير امينة على مصالح المصريين. لا يعني طيب يعني انت كرمت يعني اللفظ غير امينه ده يعني يحذف من المضبط. لا لو عدم ال يعني عدم ال عدم الامانه، ما هو ان يعني انا انتقد في الاداء لو تكرمت، في فرق ما بين النقد ولو تكرمت. هذا اللفظ يعني يسيء الى المجلس قبل ما يسيء الى الوزيره. يعني عدم الامانه يعني نوع من انواع لو تكرر. خلاص. يا سياده الرئيس. يا رئيس. انتوا ما رجعتوش القانون الجنائي خالص. يا رئيس احتراما لحضرتك، احتراما لحضرتك، فهي غير مسؤوله وهي لا تستطيع غير مسؤوله، بس غير مسؤوله صح. غير مسؤولة صح ماشي. دولة رئيس الوزراء أشار في كلمته إلى تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللي أشاد بتقليل نسبة البطالة في مصر، لكن نفس التقرير يا سيادة رئيس الوزراء أشار إلى ارتفاع نسب الفقر في مصر إلى 32.5% بزيادة 7% عن العامين الماضيين. وبالتالي احنا بنتكلم هنا يا ريس على انه نسب الفقر عند المصريين بدأت تزيد، يبقى الحكومة لازم توجه اجراءاتها لصالح الفقراء. فنتفاجئ ان الفقراء بيتشالوا من بطايق التموين، والفقراء بيتشالوا من معاش تكافل وكرامة، والفقراء بيتداس هم اللي في الاخر نزلوا عشان يحموا البلد دي، وهم اللي بيدفعوا الثمن في البلد دي يا ريس. يا ريس احنا بدون اي مزايدات وباختصار شديد
عايز اسال سياده رئيس الوزراء، اذا كنا بنتكلم عن تقليل نسبه البطاله لانهم اشتغلوا في المشاريع القوميه، يا سياده رئيس الوزراء هذه عماله موسميه، عايزين نفكر ماذا سيكون مصيرهم بعد انتهاء المشاريع القوميه. وهنا بسال، فين التصنيع الشامل يا دوله؟ ماذا قدمت الدوله من مصانع للمصريين خلال الفترات اللي فاتت؟ ماذا ستقدم الدولة للمصريين في التصنيع؟ ده الملف الشامل، الملف المهم اللي المفروض نتكلم عنه. انا مش هطول كتير يا ريس، بس عايز اقول لحضرتك اخر حاجة، مرة تانية اكرر، استحلفك بالله ان نتخذ حقنا الدستوري في مناقشة استجواب ولو لمرة واحدة، لعل الحكومة ليه مرة واحدة؟ ليه ما هيبقى اكثر من مرة؟ اكثر من مرة استجواب، اكثر من مرة. يعني واضح ان النواب انا عايز بس اشير لحاجه هنا، انا عايز اشير لحاجه، يعني احنا كنا اتكلمنا على فكره التصنيع الشامل، الفيديو كان في احد اللقاءات اثناء بيان الحكومه. انا شفت مجهود رائع جدا جدا خلال الفترات اللي فاتت في ملف التصنيع، ولاحظنا السيد رئيس الجمهوريه افتتح مجموعه كبيره من المصانع خلال الفترات اللي فاتت. كان وزير قطاع الاعمال العام موجود في المجلس، وكنا اتكلمنا ولاحظت ان في مجهود رائع جدا في اتجاه الصناعه. انا اتوقع ان شاء الله ان العام القادم 2020 سيكون عام التصنيع في مصر، ودي هتبقى حاجه كويسه، وكنا بننادي من ده من زمان، وده بدا يتحقق على ارض الواقع. ده رقم واحد. اتنين، انا يعني كنت طالبت السيد رئيس مجلس النواب فكره مناقشه الاستجواب. طيب، اعتقد انه بدا يستجاب، يعني للموضوع ده هنبدا نناقش استجواب قريب يعني في مجلس النواب، وهو وعدنا بده وهيكون له وظيفه ان شاء الله. انت في الفيديو اللي فات واضح ان انت فتحت اكتر من ملف واتكلمت فيه، وده اللي ظاهر لينا. قولي كواليس الحوار بينك وبين الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان. لا، احنا بشكل مباشر، انا قلت مش من غير حوار من غير كواليس، انا اتكلمت بشكل مباشر قدام، بس احنا عايزين استجواب، يعني قلت احنا عايزين نناقش استجواب لانه هو احد اهم الاليات البرلمانيه. انا عايز بس اقول للناس حاجه مهمه جدا يا دكتوره. تقريبا الفيديو ده انتشر جدا وعمل فوق 3-4 مليون مشاهده، ورغم انه في فيديوهات كتير ليا ولغيري من زمايل النواب. بالأمانة الشديدة يعني، لا أنا بس شايف ده يمكن جزء بقلب، يعني أنا شايفاك أنت كنت بتتكلم بقلب من اللي احنا يعني في الآخر وعايز تاخد فعلا إجراء. عايزين ناخد إجراء ليه بقى؟ لأن أنا زي ما بقول لحضرتك كده، احنا خلال السنين اللي فاتت أنا ربما من الناس اللي شافت أنه فكرة عدم إذاعة جلسات البرلمان أضرت بينا. ليه؟ احنا الحقيقة كنا بنطالب، أنا معاكي، يعني وأنا كنت ضد الفكرة دي، كلنا كنا بنطالب يا جماعة ليه بقى أضر جلسات البرلمان، لأن الحقيقة حتى هناك مسجلة مش هناك لازم تبقى على الهواء. هناك مجهود كبير جدا جدا يبذله النواب تحت قبة البرلمان في كل المشاكل والقضايا، في الآخر النائب موجود وسط الناس في الشارع بيحس بمشاكلهم، وبالتالي أنا هتكلم على الغالب العظمى من النواب، في وسط الناس في الشارع بيحسوا بمشاكلهم، وبالتالي بيقدر يروح يتكلم عن هذه المطالب. واحنا لما بنتكلم في قضايا يا دكتور، مش فكره ان انت بتتكلم وخلاص، يعني احنا لما مثلا في زي ما بقول لحضرتك كده، انا لما اتكلمت عن موضوع المراكز ده اتكلمت في واقعه محدده ليا، مطالب محدده انها يتم افتتاحها. طيب انا فتحت قبل كده زي ما حضرتك قلت في البدايه ان انا فتحت في ملفات التعليم والنقل، طب انا فتحت في ملف التعليم في مره من المرات ملف الحضانات بتاعه الاطفال اللي انا فوجئت انها بيتدرس لها مناهج متطرفه. وفتحت الموضوع ده واثرت وعملت فيه طلب احاطه. بالفعل تم التجاوب معايا من قبل الدكتوره غاده وزيره التضامن الاجتماعي، وقعدنا مع بعض ووصلنا لحل، عمل مناهج جديده يتم تعميمها لكل اطفال الحضانات، وهذه المناهج تشرف عليها وزاره التربيه والتعليم ووزاره التضامن الاجتماعي، وهي مناهج بعيد جدا عن المناهج المتطرفه. يبقى انت كنائب لما بتطرح مشكله بتبقى شايف الحل للمشكله دي. في مره من المرات انا اتذكر كان سنه 2016 صدر قرار من السيد وزير الصناعه بتخفيض سعر الغاز للمصانع من 7 دولار ل 4.5 دولار، وانا ساعتها قلت ان هذا القرار بيستفيد منه مجموعه من المحتكرين اللي احتكروا الثروه والسلطه في مصر لسنين طويله. وانه لو حضرتك بتقول انا بعمل ده لحمايه الصناعه الوطنيه، فالافضل هو فرض رسوم اغراق على الحديد المستورد وعلى الحاجه اللي جايه من بره دي، وبالتالي انا هحمي برضو الصناعه الوطنيه وهفيد الدوله المصريه. فيما بعد اتخذت الدوله المصريه اجراءات بفرض هذه الرسوم. يبقى انت كنائب لما بتطرح قضيه او بتطرح موضوع بتقدمه وبتبقى شايف الرؤيه ايه. تمام. يعني مش فكره بتقول كلام، لان انت في الاخر انا عايش الواقع، وانا عارف كمان ايه المتاح وايه الامكانيات بتاعه الدوله. ايه امكانياتنا؟ هي الفكره حسن اداره الموارد يا فندم، يعني لما الدوله المصريه توفر للسيده وزيره الصحه
مستشفيات على هذا القدر ومراكز على هذا القدر العالي من التطور ونجيب قرض. يعني أنا الحقيقة مستغربة جدا وأنا فوجئت بالموضوع يا أستاذ محمود، لأنه عدد كبير من المراكز تم تطويرها ولم يتم افتتاحها. يعني 48 قرية يستفيد. يعني احنا شايفين مراكز في منتهى النظافة وتقدر تستقبل. من البنك الدولي 75 مليون دولار. يعني على أعلى مستوى الحقيقة. فأنا وجهة نظري كنائب إيه؟ مش عيب إن أنا ممكن أبقى كدولة مثلا فقير واستلف عشان أبني البلد دي. مش عيب خالص. نحن نروح نستلف عشان نعمل مشاريع وعشان نطور الصحة، عشان نطور التعليم، عشان نطور في بلدنا. مش عيب. لكن العيب ان انا ما استغلش هذه الفلوس الاستغلال الامثل. فانا دلوقتي كدولة البرلمان وافق على هذا القرض وخدنا القرض وروحنا فعلا طورنا. مشكورا عايز اقول لحضرتك ان جهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة اشرف على مجموعة في بناء مجموعة من هذه المستشفيات باسرع وقت وباعلى تطور. فبدأ يشرف عليها وعمل الكلام ده جهاز الخدمة الوطنية ومع ذلك وسلمها لوزارة الصحة تفضلها حاجة على أعلى مستوى. وبدأنا كمان تتفرش المستشفيات دي على أعلى مستوى، تتحط أجهزة على أعلى مستوى، منهم جزء من مناقصة برلين اللي كانت معمولة دي خدت هذه المراكز وتفضلها وزارة الصحة. فإيه المطلوب من وزارة الصحة؟ تشغلها بس. احنا مش طالبين أكتر من كده. فده ايه انا شايف ده في تقصير ما يخلي الواحد يستغرب ويتساءل ويعمل لجان ونعرف ايه السبب. ولو الامور وصلت في نهايه هذه اللجنه الى تحويل هذا الطلب باللجنه الى استجواب للسيده وزيره الصحه، هتقدم باستجواب في هذا الموضوع للسيده وزيره الصحه، لانه في النهايه احنا هدفنا خدمه المواطن. يا استاذ محمود انه يتم افتتاح هذه المراكز يا رب قبل اللجان وقبل الكلام. يا ريت. وانا بتمنى كده والله. قبل اي شيء يا فندم بنتمنى سرعه افتتاح هذه المراكز. الهدف في النهايه ان المواطن لا انا اسعد واحد المراكز دي لو اتفتحت بكره الصبح هتلاقي عندك 100 موظف و100 مريض وهتلاقي اشغالات. يعني مجرد بس ما المركز يتفتح مفيش اي مشكله. يكفي ان انا لما احتاج حضانه لطفل في القريه دي هلاقيه. صحيح. بدل ما يقعد يجري على هنا وهنا وهنا ويدور على جمعيات خيريه من اللي عامله حضانات او يدور يقولوا له مفيش هنا ومفيش هنا. واحيانا بيضطر المواطن انه يدخل يوم ويدفع 200 جنيه و500 جنيه احيانا في بعض الاماكن عشان يدخل حضانه. فالاماكن دي يعني شوف انت كدوله وفرتي، الدوله وفرت كل المطلوب ان وزاره الصحه تفتتح. ليه ما افتتحتش لحد دلوقتي؟ أدينا هنشوف السبب وهنعرفه هنشوف فيما بعد. وأتمنى أنه يتم افتتاح هذه المراكز بدون أي مشاكل. خلينا نروح لوقعة تانية. حضرتك كان في من حوالي أسبوعين كان في قطار طلع على القضبان بدون سائق وإحنا عرضنا الحادثة دي وكلمتك. صحيح. على التليفون. صحيح. وكنت حضرتك بتحقق في الموضوع يعني. صحيح. أنا شوفي فقولي وصلت لإيه. هذه الوقعة مفارقة. يعني الواقعة دي واللي قبلها اللي احنا كنا بنتكلم فيها بتاعت الصحة مفارقة بين وزيرين. مفارقة بين السيدة وزيرة الصحة اللي عندها 48 مركز صحي قافلاهم ومعالي وزير النقل الفريق كامل الوزير. انا اقول لحضرتك القطار تحرك بدون سائق، تواصلت مع السيد رئيس هيئة السكة الحديد، فيما بعد هيئة السكة الحديد انكرت الواقعة، عملت بيان عاكل. الفيديو جه؟ الفيديو جه بعد كده. هو اللي قال بقى الفيديو جه بعد كده، لكن هم في البداية انكروا الواقعة. انا كنت بطلب برضه تحقيق عشان خاطر الغلطان يتجازى. شوفي بقى بعد ما عملت البيان العاكل انا جالي اتصال تليفوني من السيد وزير النقل. ايوه. سياده الفريق كامل الوزير. شوفي الاراده بقى هنا يا فندم، شوفي الناس اللي عايزه تصلح، عايزه تشتغل وتصلح فعلا وتعمل حاجه فعلا. سياده الفريق قال لي بكره صباحا هيكون عندك لجنه من مكتبي على اعلى مستوى للتحقيق في هذا الموضوع. بالفعل 10 صباحا اللجنه كانت عندي، من 10 صباحا حتى السادسه والنصف مساء مع اللجنه بتحقق في الواقعه في كل اطرافها وسمعت لكل الناس وفرغت الكاميرات عملت كل حاجه. ايوه. وبالفعل ثبت ان الواقعه حدثت. شوف الاراده يا فندم. اتصل بيا السيد وزير النقل قال انا منتظرك. رحت له قعدنا مع بعض، ثم صدر بيان من وزاره النقل قال الواقعه حصلت والتحقيق اثبت حدوث الواقعه وكل المتسببين وكل المتسترين على هذه الواقعة أحيلوا للتحقيق وراحوا نيابة إدارية. طب معلش غير القرارات. يعني أنا بس كنت عايز أسأل حضرتك سؤال يعني حب استطلاع سواء كان فين؟ مش عارف. لغاية دلوقتي هقول لحضرتك لا هو حصل. هو المفترض إن هم هيبدلوا فالسائق المفترض القديم أما ما ينزلش غير لما زميله يطلع. هو نزل وزميله ما كانش لسه طلع فده اللي حصل. إحنا ربنا سترها.
انا اللي عمل سياده الفريق كان ده هو الحمد إيه؟ لله ان القطر هذه الاجراءات بالظبط ورجع بسلامه. الحمد انا مش عارفه ان هذه الاجراءات هتمنع تكرار مثل هذه الحوادث. احنا ربنا سترها وما حصلش اي حاجه. وهنا فكره ايه؟ اراده عايزه تغير بجد. هو عايزه تعمل حاجه بجد, اخد قرار وبعت اللجنه لانه عايز يغير بجد وعايز يعمل حاجه بجد وعايز وعايز يصلح في هذه المنظومه بتاعت السكه الحديد بجد. وده اللي انا شفته على ارض الواقع. ما انا بقول لحضرتك الفرق بين وزيرين. وزير فعلا بيشتغل وبيشوف كل العوار اللي موجود وعايز يصلحه, وفي المقابل البعض يعني بيتعامل بتساهل شديد مع الموضوع. ده واقعة القطار اللي احنا كلمنا حضرتك. وزي ما قلت لحضرتك كده, يعني الوزارة اتعاملت بكل شفافية في الموضوع صراحة شديدة جدا وتفاعلت معانا. شوفي بقى, انا عايز اقول لحضرتك حاجة. فيما بعد جاء موعد مناقشة البيان العاجل الذي تقدمت فيه. كانت الواقعة خلصت وتم التحقيق. وسيد الفريق اتخذ الاجراءات. انا عملت ايه لما جت ميعاد المناقشه في المجلس؟ قمت قلت حصل كذا كذا كذا, وانا بتقدم بالشكر للسيد الفريق كامل الوزير على الدور اللي قام بيه. لانه في النهايه كان هدفي التحقيق من الواقع لمنع تكرارها مره اخرى. مش الفكره ان انا عايز اناقش بيان وخلاص, او الفكره ان انا عايز اعمل استجواب, او الفكره ان انا عايز اعمل لجنه تقصي. انت بتدافع كمان, احنا يعني بنعمل الحاجه اللي تخلينا في النهايه نوصل للطريق الصحيح اللي يفيد بلدنا ويقدمها وينهض بيها. وزي بقول لك, ارجع اقول لحضرتك, السيد رئيس الجمهوريه قال كده, قال احنا مش هنشتغل لوحدنا, كل واحد يعمل دوره. ده دور مجلس النواب, ينزلوا يتصدوا للمشاكل دي. وقال حتى من ضمن اللي قالوا انه, انا بقول لزمايلي انه بكره لما يتناقش استجوابات او يتعمل اي حاجه محدش يزعل. انا عايز اقول لحضرتك هدفنا واحد. يعني لما دلوقتي المواطن بينزل علشان ينتخب عضو مجلس النواب او نائب الدايره اللي هو فيها, تفتكر حضرتك هو بيطمع في ايه؟ كل هدف المواطن البسيط اللي نزل وحط اسم حضرتك في الدايرة أو عشان ينتخبك للخدمة. صحيح. ده مواطن بسيط. صحيح. وعاوز انه واحد يخدمه, واحد يوصل صوته للمسؤولين. بالزبط. واحد يدافع عن مصالحه لما بيكون في قانون بيمس مصالح مواطنين, فالنائب يتصدى يدرس القانون كويس, يشوف ايه الافضل لمصلحه الوطن ولمصلحه المواطن ويتصدى ليه. هو ده اللي المواطن عايزه. لما يشوف عوار ما في الدايره يحاول قدر الامكان ان هو يتصدى ليه, ويحاول ان هو, وخاصه انه في الاقاليم ما عندهمش حد يوصل صوتهم او بالزبط. ما عندهمش حد يخدمهم. بالزبط. فبالنسبه لهم سياده النائب ده بيبقى يعني هو الامل فيه, هو اللي هيحقق كل حاجه. والحقيقه كمان انه الحمد لله في ظل الثوره التكنولوجيه الكبيره, المواطن بيقدر يوصل صوته عبر السوشيال ميديا, بيقدر يوصل صوته عبر اكتر من مكان. يعني حتى يعني المؤتمرات الشبابيه اللي بيعقدها السيد رئيس الجمهوريه باستمرار دي, يقعد يتكلم مع الشباب ويسمع منهم ويقول لهم ويسمع مشاكلهم. انا اتذكر مثلا كنا في مؤتمر الشباب في اسوان, احد الشباب وقف في ظل وجود المحافظ وظل موجود مجموعه من قيادات اسوان, وقال له يا سياده الرئيس هم عملوا كذا في الطريق, وحضرتك جاي مع ان الطريق فيه المشكله الفلانيه وفي المشكله الفلانيه وعندنا مشكله الحته الفلانيه. الرئيس قال له خلوه يكمل للاخر وسمع منه وتم اتخاذ قرارات لحل هذه المشكله واحنا موجودين. يعني الحمد لله برضو خلينا نقول انه في خلال الكام سنه اللي فاتوا دول, لا بقى في اليات وطرق كتير جدا للمواطن ان هو يوصل شكوته. انا بقول لحضرتك المكتب مثلا عندي كل يوم جمعه بعقد لقاء اسبوعي مع مواطنين مع اهالي الدايره. الحمد لله من ساعه ما نجحت صوره موجوده, يعني باجي الناس بتسمع, اللي عنده مشكله خاصه واللي عنده مشكله عامه وبيجوا بيطلبوا مشاكل عامه, بنتحرك مع بعض في الوزارات وهنا وهنا نروح. في النهايه انت كل الهدف حتى الحكومه, يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه, احنا لما بنختلف مثلا مع وزير في موضوع ما, زي مثلا موضوع مثلا حصل في التموين ده, اي تم رفع مواطنين بشكل عشوائي في شهر 3 اللي فات. كان عندي لقاء مع الدكتور علي مصلحي وقلت له على هذا الموضوع, وتقدمت له بمجموعه تظلمات كبيره من الناس عندي في الدايره, دي ناس مستحقه وفوجئت ان اساميها اتشالت من بطاقه التموين. طيب بصراحه فيما بعد حصل تباطؤ في معالجه هذا الموضوع, لحد ما في شهر سبتمبر السيد رئيس الجمهوريه مشكورا ادى توجيهاته بان هذا الموضوع يجب حله, وان الناس اللي قدمت التظلمات دي لازم نشوفها. فيما بعد الحمد لله بدا, يمكن في اقل من شهر بعد توجيهات رئيس الجمهوريه, بدا الموضوع يتحل بشكل كبير جدا, وكتير من الناس المظلومه رجعت. ففي النهايه هدفي انا انه مصلحه المواطن. يعني انا عايز اقول لحضرتك انه انتوا كده كمان, يعني انتوا بتساعدوا رئيس الجمهوريه, انتوا بتبلغوه بالصوره, بتوصلوا له الصوره اللي موجوده. يعني هو دلوقتي لما هيعرف بعدد المراكز اللي ما تمش افتتاحها لغايه النهارده ومصروف عليها وتم تطويرها, انت كده وصلت له صوره. بص يا فندم, انا بس مهم هنا ايه, نحن قد انتقلنا والرئيس نفسه قال ده الى دوله المؤسسات.
انا عايز كل المؤسسات تشوف دولها. ما انا برضو مش كل صغيره وكبيره في الدوله عايز رئيس الجمهوريه هو اللي بالظبط هو الرئيس ده لو ما دخلش في المشكله يعني. ما بتتحلش مش منطق يعني ما ده نموذج وزاره التمويل له مهام اخرى بالظبط له مهام عظيمه جدا بيعملها في حاجات كبيره جدا جدا بتتعمل والرئاسه مهمومه ومشغوله بيها. طيب لما انا اتكلم عن مركز طب الرئاسه هنا دورها انها قالت لهم هناك توجيه استراتيجي من رئيس الجمهوريه ان الخدمات الصحيه توصل للمواطنين الفقراء في القرى. ده توجيه ده رئيس الجمهوريه ده هو توجيه وفعلي بالزبط. بدليل ان هو اداهم القروض دي طب انا هقول لحضرتك حاجه السيد رئيس الجمهوريه اطلق مبادره هائله جدا وعظيمه جدا اللي هي القضاء على قوائم الانتظار في وزاره الصحه الكل اشتغل الكل مشي كل المستشفيات فتحت ابوابها بدانا هوب هوب بسرعه جدا يتم للقضاء على قوائم الانتظار وكلنا نشتغل وما نلاقيش مريض يفضل قاعد كتير. فور الاعلان عن انتهاء الحمله هناك تباطؤ حصل تاني في وزاره الصحه وما زال لحد النهارده ممكن السيده وزيره الصحه لو حابه تعرف اديها اسماء ناس بيتم تحديد مواعيد عمليات ليهم بعد 4-5 شهور. هل الرئيس بقى بعد ما ادى الامر والاوردر انه الموضوع ده يتعمل واتابع فعلا الموضوع اتابع فعلا وانتهت فعلا القوائم مش كان المفروض بقى فيما بعد انا كوزاره صحه لا اترك المجال لوجود قوائم انتظار مره اخرى؟ صح ولا لا؟ اشتغل بشكل سريع جدا على الحملات واشتغل بشكل سريع جدا ان انا انهي هذه المشاكل عشان والله ما اللي عندي. وصل لنا في الفتره الاخيره انه مفيش قوائم انتظار موجوده ف طيب رجعت تاني قوائم الانتظار يعني يا فندم رجعت تاني مواعيد بتتاخد بعد فتره طويله لمواطنين مرضى انتهت فعلا قوائم الانتظار انا ما بقولش انتهت ما انتهتش انتهت في في مرحله ما طيب وبناء على حمله الرئيس انتهت جدا طب ايه اللي حصل بعد كده؟ المفترض ان وزاره الصحه تاخد مجموعه اجراءات انه ما يبقاش عندي قوائم انتظار بقى ما اضطرش تاني ان انا اتدخل تاني والرئاسه تتدخل تاني عشان تعمل قضاء على قوائم انتظار جديده نحن نعجل جدا جدا في اجراء العمليات عشان خاطر ما يبقاش في احنا بنعدي خطوه نشوف اللي بعديها علشان نتقدم مش هنفضل عند نفس الخطوه هي مش 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 المفروض انه احنا خلاص التوجيه الرئاسي القضاء على قوائم الانتظار وقضينا على قوائم الانتظار المفترض يبقى في ايه بعد كده دور الوزاره تعمل ايه الوزاره تحط استراتيجيه عشان ما يبقاش عندنا قائمه انتظار ثانيه ما تتكررش الموضوع وان احنا نعمل عمليات في اسرع وقت طيب. لا لحد النهارده في ناس بيروحوا المستشفيات ويتقال لهم بعد 4 شهور و5 شهور و6 شهور العمليه طب حضرتك قول لي ابرز المشاريع اللي هيتم مناقشتها المهمه او الملفات المهمه في الفتره اللي جايه في البرلمان يعني احنا طبق قوسين او ادنى من الفصل التشريعي يعني لسه بادئ بس يعتبر اخر فصل تشريعي وطبقا لتصريحات الدكتور علي عبد العال في فصل تشريعي تاني هيبتدي في شهر 10 بس انا اعتقد انه اهم القوانين التي سيتم مناقشتها خلال الفتره اللي جايه وخلال الفصل التشريعي ده هيبقى قانون مجلس النواب عشان نعمل انتخابات عشان القانون اللي تستجرى على اساسه الانتخابات البرلمانيه القادمه هيبقى قانون مجلس الشيوخ لان طبعا الدستور التعديلات الدستوريه الجديده اقرت بوجود مجلس للشيوخ غرفه برلمانيه اخرى وغرفه تشريعيه اخرى واعتقد ان هيبقى من ضمن الاولويات اتمنى ان يكون قانون المحليات برضو انتخابات المحليات ويكون برضو من ضمن الاولويات الفتره القادمه اعتقد ده هو اللي هيبقى الاهم في الفتره اللي جايه ان شاء الله قوانين الانتخابات يعني استاذ محمود احنا عندنا خبر انه هيكون في مد انعقاد البرلمان لغايه 2021 هو مش مد انعقاد هو طبقا للدستور البرلمان بينعقد لمده 5 سنوات تمام. هذا البرلمان انعقاد اول جلسه ليه كانت بتاريخ 10 يناير عشان بس الناس ما يختلطش انا بسال حضرتك كان عشان 10 توضح يناير للمشاهد. 2016 يبقى ينتهي العمل بيه يوم 9 يناير 2021 مساء وبالتالي وعشان نوضح برضو الامور اكتر المفترض انه تجرى الانتخابات قبل ما يبدا المجلس الجديد ب60 يوم فاحنا مثلا نقدر نقول انه هذا المجلس هيبقى فيه فصل في شهر 10 في الميعاد الدستوري لسه ال5 سنين ما خلصوش وممكن على شهر نوفمبر بتجرى الانتخابات والبرلمان منعقد حتى ياتي البرلمان الجديد وينعقد في موعده في 10 يناير القادم تمام عشان يناير 2021 مش 2020 2021 يعني احنا بنتمنى ان نشوف بقيه نواب البرلمان زي حضرتك يعني بيعملوا لنا كده فوكس على المشكلات الموجوده في دوائرهم ولو حلوها يبقى ان شاء الله تتحل يعني ان شاء الله
لانه في اراده وفي امكانيه ان احنا نحل كل المشاكل. جت فتره كده يعني جت فتره ما كانش فيه يعني توهج للبرلمان توهج او للنواب بالتحديد النواب في دوائرهم بس يعني ايه ما كانوش مصحصحين كده وبيجروا في الشوارع وكانت يعني المواطنين كانوا بيشتكوا يا فندم. مجلس النواب زيه زي اي مؤسسه في الدوله، في الناس اللي بتشتغل كويس وفي الناس اللي ما بتشتغلش كويس، في الناس اللي بتشوف شغلها بجد وفي الناس. احنا مش يعني مش مجتمع من مش جماعه من الملائكه، هم جماعه من المصريين. بس انتم مش من الملائكه من بس انتم امل المواطن البسيط اللي هتوصل له حل المشكله. وهم في الاخر جماعه من المصريين، فيهم اللي بيشتغل وبيجري وفيهم اللي ما بيشتغلش، فيهم اللي نجح ومن اول يوم بيشتغل ومع الناس وفيهم اللي نجح وما اشتغلش كويس. اكيد في كل ده وفي ده وفي ده، في اللي مختلف مع الناس في دايرته وفي اللي مش مختلف، في كل النماذج ده، لانه زي ما بقول لك هم جماعه من المصريين ففيهم كل الصفات اللي موجوده في المصريين. لكن ارجع واقرر، اعتقد انه كان هناك مشكله في منع بس الجلسات ومنع اذاعتها، لانه فعلا لو اذاعت هيشوف. اتمنى اتمنى انا هقول لحضرتك حاجه، لانه الناس عشان الناس خلي الناس هي اللي تقيم نوابها. صحيح، خلي الناس هي اللي تقول والله ده هيخليني اشوف انه النائب اللي في الدايره بتاعتي لا ده هو قام وعرض المشكله واتكلم. صحيح، واحنا في انتظار الحل. الحل جه او ما جاش، بس احنا شفنا ايه اللي حصل. المشكله اللي انا عرضتها دلوقتي الخاصه بوزاره الصحه تخص 9 محافظات من الجيزه لحد اسوان، مش دايرتي. مش دايرتي، لكن في النهايه انا نائب عن الشعب المصري، احنا نائب النواب في الدوله يعني المصريه. انت حضرتك بتتكلم في 10 محافظات، يعني الموضوع كبير مش صغير. بالظبط، انت كنائب مش شرط بس مشاكل الدايره وازمات الدايره، انت دورك رقابي وتشريعي في كل حاجه، لانه انت في النهايه توافق وتضع طبقا للدستور مجلس النواب شريك في وضع هذه السياسات اللي موجود. زائد انه زي ما بقول لحضرتك كده الراي شغال في اتجاه، ولازم احنا نساعد في هذا الاتجاه، نعمل فوكس على الحاجات اللي هي بتساعد المصريين وبتكمل، عشان ما يبقاش الرئيس بس اللي شغال لوحده في مصر. لا، مش عايزين نسمع الناس. يعني الناس بتقولها على فكره في الشارع، ما حدش بيشتغل في الدوله دي غير الرئيس. الناس بتقول كده في الشارع، احنا يعني عايزين بقى كل الناس كلام، الناس تقول الرئيس والحكومه والمجلس وكل حاجه شغاله في الدوله. كان في اخر كلام لسياده الرئيس انه كان في توجيه مباشر للبرلمان لبدايه التحرك وسؤال الحكومه ويعني اداكوا. صحيح، وقال نتصدى كل المشاكل. نتصدى كل المشاكل، يعني نتصدى كل المشاكل، في النهايه الهدف نوصل لحل. يعني انا بكره الصبح لو السيده وزيره الصحه طلعت وقالت لحضرتك والله احنا خلاص قررنا نعمل نفتتح هذه ال 48 مركز، شابوه. طبعا شكرا، احنا في انتظار الخبر ده بافتتاح ال 10 مراكز حضرتك ولا 9. خلال رؤيتي للسيده وزيره الصحه في الفتره الاخيره 10 محافظات، 48 مركز في 9 محافظات، 48 مركز في 9 محافظات. خلال رؤيتي يعني لا عدد كبير في الفتره يعني. الاخيره دي مش هتقول ده اكتر من مليار جنيه. اتمنى انها تخيب ظني. إيه؟ اتمنى انها تخيب ظني وانا كمان وتقول. اتمنى ونسمع الخبر والكاميرات كلها تروح تصور افتتاح ال 48 مركز، يعني لانه وهندعيكم بقى تصوروا احنا بلجنه تقصي الحقائق بقى، ولو اشتغلت بقى وهم لا لا لا, لا, لا ان شاء الله ما فيش لجنه تقصي حقائق باذن الله هيكون في افتتاح لهذه المراكز. اتمنى ده يعني لانه مصلحه الناس مهمه جدا، ويعني احنا عارفين انه يمكن المرضى في المحافظات والاقاليم اكتر بكتير لان عندهم يمكن ما هو بيخف الضغط يا فندم على المستشفيات الكبيره. ما هو انت حضرتك مثلا احنا في المستشفى لا، وبعدين انا عايز اقول لك ما يبقى واحد مريض الريش لازم يركب، لانه عندهم المواصلات صعبه. بالزبط، لازم يركب ويروح محافظه اخرى او مركز تاني وما فيش يعني سكن علشان خاطر يتعالج. بالمناسبة دي وهو اصلا متاح له مركز جنبه. من السيد وزير النقل انه مرضى معهد الاورام القومي اللي من الصعيد، المعهد القومي للاورام واللي بيتعالجوا الاطفال في 57 من السرطان، يعني اعتقد ادوهم ليهم ولاسرهم زي كارنيهات كده بتخليهم يقدروا يركبوا السكاك الحديد ببلاش تقريبا. فدي كانت لفته انسانيه. ما زي ما بقول لحضرتك احنا انا مثلا بشوف قد ايه بيجوا على مستشفى مثلا زي ابو الريش بتاعت الاطفال او غيره او غيره او كتير من المستشفيات هنا، ما انت بتلاقي ناس جايين من الصعيد ومن هنا ومن هنا. طيب ما حضرتك لما توفر له المركز ده يتفتح على الاقل هتخفف، لو بينزل لي 100 واحد هينزل لي 20، هينزل لي 80، يبقى انا قللت 20 واحد اتعالجوا في اماكنهم. هو المواطن احسن له ان هو اما يبقى محتاج مثلا غرفه رعايه يدور في القاهره ولا لما يلاقي جنبه لا، وبعدين يا استاذ محمود في حالات بتبقى حالات حرجه محتاجه السرعه. صحيح يعني صحيح
صحيح علشان يركب ويروح. وبعدين على فكره واللي انا بقول لحضرتك اكثر من شكوى في ناس ماتت لغايه ما وصلت لمحافظه اخرى علشان صحيح. تتعالج. وبقول لحضرتك اللي زعل ان الحاجه موجوده لماذا لا تعمل؟ لا انا كنت فاكره ان انت في بدايه كلامك انه ما تمش التطوير بالزبط. لكن ده احنا دلوقتي عرفنا انه تم التطوير بالفعل. لو ما تمش التطوير ده ساعتها هنسال طب ما تمش التطوير ليه؟ والله في عجز في مالي مثلا مش قادرين معانا ماشي خلاص هعمل ايه؟ ما عنديش حاجه هنا اعملها، ما فيش فلوس نقدر ان احنا مثلا ممكن هنستنى السنه الجايه نطور من خلال الفلوس كذا. لكن اللي مثير في الموضوع انه لا ده هي موجوده اصلا يا جماعه، احنا عايزين نشغلها، ليه ما بتشتغلش؟ طب ليه احنا كنا صرفنا المليار جنيه عليها الاول، مليار 54 مليون جنيه، كل اللي احنا عايزين نعمله ليه ما بتشتغلش يا جماعه؟ من فضلكم شغلوها، من فضلكم فيدوا ال 48 قريه دول، من فضلكم شغلوا المراكز دي عشان خاطر الناس تستفيد. ان شاء الله انا اتوقع انه هيكون في استجابه من وزاره الصحه وهيتم افتتاح هذه المراكز سريعا، ونكلمك في التليفون ونشكرك. اتمنى ونبارك لك ونبارك اتمنى والله يعني للتسع محافظات بافتتاح هذه المراكز ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله يا فندم. بشكر سيادة النائب الأستاذ محمود بدر، بشكر حضرتك على مجهودك، وبنتمنى زي ما قلت لك أنه نشوف بقية النواب بيحققوا مطالب المواطنين وبيحللنا المشاكل اللي احنا مش قادرين نحلها، لأنه في النهاية أنتوا أصحاب القرار مش المواطن. بشكر حضرتك. شكرا عليك فندم، تشرفت حضرتك. شكرا مشاهدينا، إلى اللقاء، حلقة جديدة و90 دقيقة، تصبحوا على خير.